المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس شخص غير مرغوب فيه في السودان. إصابة 4 أطفال وشخصين بالغين بهجوم بسكين في مدينة أنس الفرنسية، والسلطات لا تصفه بالحادث الإرهابي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه تهماً في قضية احتفاظه بوثائق سرية. نشرة الأخبار من فوكس أكاديمي، أهلا بكم. ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السودانية أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيز شخص غير مرغوب فيه. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد اتهم بيرتيز بالمساهمة بما وصفه بسلوك منحاز ومضلل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه صدم برسالة من البرهان طلب فيها ترشيح بديل لبيرتيز. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عقد عقب انتهاء اجتماع دول التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الرياض، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على التنسيق والشراكة بين البلدين. وتطرق الوزيران لجملة من القضايا، منها عودة سوريا إلى الجامعة العربية والأزمة السودانية. كما أعلن بلينكين أن بلاده لا تخير أحدا بينها وبين الصين، مركزا على فوائد الشراكة والأجندة المتفق عليها مع السعودية على حد تعبيره. شن الجيش الأوكراني هجمات على القوات الروسية التي تسيطر على منطقة زابوريتشيا الجنوبية الرئيسية بحسب ما قاله مسؤولون روس، مضيفين أن القوات الأوكرانية المدعومة بالدبابات والمدفعية والطائرات بدون طيار تحاول التقدم جنوبا في بلدة أوريكيف لليلة الثانية على التوالي. أصيب 4 أطفال وشخصان بالغان في هجوم نفذه لاجئ سوري ضد مجموعة من أطفال دار حضانة كانوا يلعبون قرب بحيرة في مدينة أنس شرق البلاد. وكشف تسجيل مصور أن المهاجم هتف باسم المسيح مرتين باللغة الإنجليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع، واستبعدت السلطات أن يكون دافع المهاجم إرهابي. وجهت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهم بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يواجه 7 تهم، من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية، إلا أن التهم ليست علنية بعد. وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق. في الختام تذكير بأهم العناوين. المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيز شخص غير مرغوب فيه في السودان. إصابة 4 أطفال وشخصين بالغين بهجوم بسكين في مدينة أنس الفرنسية، والسلطات لا تصفه بالحادث الإرهابي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه تهما في قضية احتفاظه بوثائق سرية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.